ميسي غانا وطبعت تبعدها عن ارقام الفراعنه. بيمشي كره للفريق الكاميروني، ممتاز جدا الكاميرون، اقوى مباراه للكاميرون في البطوله هذه. كره خطيره، فول لعقله الدفاع الغاني ولكن مرت سليمه. 20 دقيقه بروس يتالق، هوغو بروس مش لازم تبحث على مدربين عالميين، شوف مدربين تقريبا الاحترام نكره. هوغو بروس شوف ايش يعمل في كوره مع الكاميرون. باولو دوارتي مع بوركينا فاسو، يوجد في النهر يا ساده ما لا يوجد في البحر، ولكن ممكن عنا عقده البوبرتلا الاجنبي القاوري كما يقال في اللهجه التونسيه. الغالي غدار ترجع الكره لفريق الكاميرون، اي قوه اليوم للمنتخب الكاميروني، سرعه وقوه. موكانجو، موكانجو على القائم الثاني، كره بعيده، مازال في الميدان، جاب الكره اللاعب كريستيان باسوغوت. باسوغوت 22 سنه يلعب محترف في الدنمارك في فريق الاي بي. تمشي الكره مره اخرى لمنتخب الكاميرون، خطير الجول، مش ممكن، مش ممكن على كره، هو حسبها تسلل، انا ما نحسبوش، نحسب روعه الاتاك الكاميروني، روعه الانطلاق الكاميروني وال التوزيع الكاميرونية والراسية الكاميرونية. وحظك كبير يا غانا، غانا الآن تسلك فيها بتلوع الروح يا سلاك الواحدين، مش ممكن على الكاميروني. تسلل موجود على فكرة، تسلل موجود، رزاق بريمة يتألق، لا أدري ماذا يقول الآن تريكا في الاستوديو. كنا نتصور أن الكاميرون أفضل منتخب المصري، ولكن ممكن بوتريكا بشي غير رايه مع هذا الاداء بتاع 22 دقيقه. الكاميرون شياخة في مباراه اليوم. سيدريس كاميني للحارس الشهير، ايضا جوزيف انتوامبيل والاكبر منه والكبير الله هو اللاعب والحارس توماس سنكونو، الحارس اللي فاز بالبالون دور مرتين 79 و82، وقت اللي الانديه الكاميرونيه كانت تسيطر على افريقيا بفضل التونير دو ياوندي، فريق كانو ياوندي المدفع. التسديده مدفع والكره ضربه مرمى، ضربه مرمى. مبارك وكاسو يريد ان يسجل الثالث سيمي فاينل على التوالي، انجاز غير مسبوق. 2013 في مرمى بوركينا، 2015 في شباك غينيا الاستوائيه. كره من وكاسو من 30 35 متر، كرة أرضية زاحفة أوت برا لفابريس أو لي نعم فابريس مدوع. بدا النجوم، بدات النجوم السوداء، بدا الفريق الغالي حلو برشا. هاتسو بدات غانا، هاتسو جول، هاتسو جول، هاتسو الهربة، هاتسو التحضير، هاتسو الضربة، مازال الإمكانية والشانس. كرة على طريق أيو، أيو والتوزيعة والركنية الغنية. أي مباراة، أي سيمي فاينل، لعب مفتوح، لعب مكشوف، لعب مفضوح. لاتاك 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 أمام الدفاعات القوية، من سيعبر من يا كاميرون؟ كرة في الركنية لغانا، حل عينيك، كل واحد يخو صاحبه، هكذا كان يتكلم اللاعب الكاميروني. كرة تمشي من الركنية، غانا تدخل في اللعبة في المباراة، والراسية الجول مش ممكن. ضاعت، ضاعت الكرة، ضاعت الكرة على لاعب تشامبوي، اللاعب تشامبوي. 4 أهداف بقميص غانا في 58 مباراة دولية، اللاعب المحترف لدى الأتراك. هنا خلاوه وحده، خلاوه وحده، يطلع جون بوي ويضرب كرة، وكرة برا. كانوا البرج، برج تقف عليه الهجمات المنظمة للكاميرون. كرة لغانا، كرة لغانا وسرعة غانا، يلعب الكرة عن طريق اللاعب أكوا، أكوا ليافول، هاريسون أفول، أكسو، كريستيان أكسو، أكسو في دار الدفاع خطيرة، حتى الجول، مش ممكن جوردان، مش ممكن جوردان، آه يا جوردان الباسكيت، آه يا جوردان الباسكيت، هذه كرة ما تذيعش، كرة ما تذيعش، جوردان الـNBA إلى جوردان الماما أفريكا. أفول أتسو، أتسو باس في دار الدفاع فماش تسلل، يهرب يفلت ينسل، حتى جول لا ما حطاش. أخطر كرة لغانا، أول فرصة حقيقية للبلاك ستارز. لذلك ممكن الغالبية العظمى يشجعون من العرب الكاميرون في هذا المساء. ترجع الكرة غانية، غانا تمشي وغانا تمشي، غانا تجي وتمشي، والكرة تمشي وتجي عن طريق كريستيان أتسو، أفضل لاعب في البلاك ستارز في الشوط الأول. تمشي الكرة يا أولاد ساحل الذهب، يلعب الكرة أتسو، رد بالك، كرة خطيرة، كرة خطيرة، والكرة تمشي عن طريق فابريس أنتوا. أتسو الغدار
بذكريات تعليقي على انيستا. غدارة غدارة غدارة، كادت تغدر وكادت تعصف بأمال وكادت توقف أحلام وكادت تنهي أمال، ولكن اندوق واحدة من هناك. تبقى الكرة بحيازة هاريسون أفول المحترف الدوري الأمريكي. يمشي بالكرة أتسو، أتسو العربة السريعة القطار، يمشي التي جي بي، كرة خطيرة لغانا، ما زالت أتسو يقاتل صعبة وشوط دولة، كرة ركنية لغانا. ماذا يقول؟ ماذا قرر الحكم؟ يعتبر ويطالب بلمسة يد، ولكن الحكم يقول بكري هي ركنية. أكثر فريق استفاد من ضربة جزاء غانا، سبعة في 2013، 2015 و2017، فيها ما فيهاش، هاو ضرب كرة لا عاد، حتى انتهى نهائي كأس أفريقيا بهذه الطريقة. كان فيها ضربة جزاء، حتى كان اليد فيها شوية، فيها شوية، ما هو لميديك أنت، ما هو لميديك. ترجع الكرة كبروس، الفريق الكاميروني هو اللي باش يستنى غانا، يظهر لي أنا في صالح المنتخب الغاني. غانا عندها الفرديات اللي في لقطة تخلص. ترجع الكرة لياتسو، يمتلك الكرة، يلزم منع غانا من الكرة اللي تحت تربح، خطيرة جدا، يهرب فوكو، غانا تخلص، الكرة الصعبة على كاميرون، كرة صعبة. كرة صعبة على الكاميروني في 7 دقائق لعب من الشوط الثاني، 7 دقائق لعب، هدى من لسان مش هجمة، هدى، هذه معناها بلغة الكرة انطلاقة ممتازة جدا. شوف القوة البدنية والنجاح في التوزيع، وينك يا جيان؟ وينك يا جيان؟ بارتي الفرق عمره ما يسقق بوه، يلزم يلعب جيان الصمو يا ابراهيم. من سيحيا افراح الختام والكرنفال، ومن سيعيش كوابيس السيمي فاينال؟ كرة خطيرة، كامرون، سوا سكورة، مش ممكن، سلامات على غانا، سلامات. مرت الكرة من ديب تامبي، فرصة كبيرة ضاعت على المنتخب الكاميروني. مشروع كونتر خطير، مشروع مرتدة قاتلة في ظهر الدفاع، ضاع فيها اللاعب الخبرة دانيال مارتي لاعب ليستر سيتي، هنا الباس وهنا كرة في ظهرهم الاثنين، الهربة والاستقدام للاعب انت الميدان، يلعب الكرة لقلب الدفاع دانيال مارتي، مارتي غانا ريتم آخر أمام البلاك ستارز، غانا مؤهلة يا سادة، والهدف روح، تضيع الكرة عن طريق أندري أيو، ضاعت الكرة على أندري، إيش بيناتنا كرة وفي الكرة؟ كاميرون ونبه حياته أنه الكرة القادمة قد تكون فيها مماتك يا الكاميرون، تمشي كرة مبارك وظلة، أندوا اللي عنده أندوا ما يخاف، اللي عنده أندوا ما يخاف، كرة ولا أروع من مباركو، وكالصوت لف والحارس يتعلق، امشي كرة ممتازة، كرة ممتازة من مبارك وكاسو، كاد يسجل في ثالث نصف نهائي متتالي، يبدا شوية يا غانا، مسال شوية يا غانا، ولكن غانا أفضل، شوط بشوط، في الشوط الثاني يظهر المعدل النفيس للنجوم السوداء، امشي بالكرة جوردان على القائم الثاني، الراسية ومسالك، الخطورة قائمة، التسديدة والدفاع، الدفاع يشدد فرصة غانية، حاول كونتر اتاك من لقوة. يلقى الحلول افول اتسو كريستيان اتسو يمشي اتسو ممتاز، حط الكرة عن طريق اكوا بشي شوت، يشوط كرة قريبة برشا يا فابريسيا اندوا، اذا بهذا الفريق ما تكسبوش راهو ابرام عتبة درت، غير العتبة، يعني السنوات من الاخفاق بهذا الفريق لن يصلوا لكأس العالم، اذنوبي ابيض اسود يوصل كاس افريقيا النهائي، اظن انه هذا الجيل ضيعته غانا اللي في الربع النهائي، جيانا ساموا الاوروغواي في اخر دقيقه حتها برا بعيده، ومن سينشط النهائي وكاسو يستاهل صفرة بكري قسما سامحو. ترجع الكره للمنتخب الكاميروني، موكانجو وهدف في مرمى غينيا، يمشي موكانجو والقائم الثاني، جول الكاميرون، جول الأسود الكاميرونية يا السادة، الأسد يمرض ولا يموت، 1-0 عن طريق قلب الدفاع انجاتشوي،
انجاتشوي لاعب سلافيا براغ يسجل هدف قاتل في الدقيقة 70. كاميروني 1 غاني 0، رغم أن الشوط الثاني كان غالي بامتياز. كورة غدارة في ظهر الدفاع، يغلط جون بوي على ظهر تشون، وتشون بوي وظهره يتحمل مسؤولية الهدف. غانا على بوابة الإقصاء، والكاميرون على بوابة التأهل والفينال. مش ممكن هدية بوي، مش ممكن. باد بوي، أنت ولد سيء يا جون. ماذا يفعل جون؟ لمسة، هربة برزاق، ضيع رزاق، يهلكك يا بوي. 1-0 للكاميرون. هكذا هي دعوات الغانيين الآن، هكذا دعوات شعب غان الآن. مش ممكن كادو، مش ممكن هدية أعياد الميلاد. لا يقول السان فالنتان، القديس فالنتان. تمشي الكرة الوكاسو، وكاسو الدفاع. باي باي. ليلة الكاميرون. ترجع الكرة عن طريق أمارتي. أتسو يوزع والدفاع. الأسود الثاني. كونتر أتاك. شد. هرب. يمشي بالكرة الثاني. خلص يا بوس، خلص يا أوغو، خلص يا بروس، خلص يا الكامروني. مش ممكن. رزاق يرزق الليلة الخسارة. غانا على برا. كامرون في النهاية الحلم. الكاميرون في النهاية. يا فول، غابت عنكم الحلول. كامروني غدار، كامروني قوي بدنيا، تكتيكيا، ذهنيا. الكاميرون ما عنده ما يخسر. يمشي الكونتر، فرصة وصلها، يهرب فيها. كريستيان باسو جول. بوت كامرون. كامرون تخرج غانا، الكاميرون تطلع غانا. 2-0. أي منتخب على هامش البطولة حضر؟